بس لو ما قدرناش نوصل له يبقى هقول الخبر في نهاية هذه الفقرة. هروح مع حضراتكم لخبر آخر، وطبعا شفتوا الحادث المفجع اللي حصل صباح أمس أو فجر أمس، والملهى الليلي اللي تم إلقاء زجاجات مولوتوف عليه واحترق، وللأسف أودى بحياة بعض اللي كانوا موجودين فيه. أجهزة الأمن ألقت، بوزارة الداخلية طبعا ألقت القبض على ثلاث متهمين، المتهمين بحرق الملهى الليلي المتواجد في العجوزة، واللي صورته موجودة قدام حضراتكم، يمكن الفيديو ده شفتوه على المواقع الاجتماعية المختلفة. بعض المصادر الأمنية قالت كمان أنه تم القبض على ربة منزل تدعى سيدة تبلغ من العمر 37 عام لاتهامها بإخفاء اثنين من المتهمين في الحادث أثناء قيادتها سيارتها الملاكي رقم 5766 طه سين دال بالسويس، وكان بصحبتها المتهمين محمد عماد محمد علي وشهرته حماصة 18 سنة طالب، ومحمد عبد الرحمن زكي عبد الرحمن شهرته محمد المجنون 19 سنة بيشتغل ميكانيكي، صورهم اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. المتهم الثالث اللي تم القبض عليه اسمه محمد جمال محمد أبو اليزيد عنده 20 سنة وشهرته ميكا، حاصل على دبلوم صنايع، تم ضبطه في كمين تم إعداده ليه بأحد شوارع إمبابة. وأضاف المصدر الأمني أن المتهم الرابع الهارب يدعى محمود سعيد علي عنده 20 سنة طالب وجاري إعداد أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليه. تم حبس المتهمين جميعا 4 أيام على ذمة التحقيق. مصادر قانونية بتقول أنه حماصة المتهم الرئيسي في حادث الهجوم هيحاكم باعتباره حدث طفل عيل، يعني ليه؟ لأنه بيبلغ من العمر 18 عام، ما عداش 18 سنة يبقى بيعتبر حدث، وبالتالي العقوبة أو الحد الأقصى للعقوبة اللي ممكن ينالها هتكون 15 سنة حسب ما ينص عليه قانون محاكمة الأحداث.